احتفالا بالعام الهجري الجديد، أطلقت إندونيسيا حملة وطنية لمناهضة المخدرات، حيث اصطف العديد من تلاميذ المدارس أمام بوابات الدخول لأستاذ جاكرتا الرياضي بوسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا لحضور الاحتفال ببدء العام الهجري الجديد. كما شارك الآلاف من مسلمي إندونيسيا حيث جاءوا من مختلف المدن الإندونيسية للمشاركة في هذا الاحتفال. وتعتبر إندونيسيا هي أكبر دول العالم من حيث عدد المسلمين، إذ يمثل المسلمون 80% من مجموع السكان البالغ 240 مليون. بدأت الاحتفالات في الاستاد بهبوط 30 من نخبة المظليين في القوات الجوية الإندونيسية على أرض الملعب. سب در سے آیا مجھے بلاوا اس در سے جس در کی غلامی کو سب در سے آیا مجھے بلاوا اس در سے تھکنا نہیں بس کہتے رہو لا الہ الا اللہ اللہ تیرے رحم و کرم سے